هلو، this is دكتور وعد. في فقرة ممكن تكون سمعتها وممكن تكون ما سمعتهاش، بتتقال في الجيمات، بتتقال في كورسات النيوتريشن، بتتقال في حتت كتير قوي، ان البطاطا الحلوة رغم انها حلوة الا انها لو جلايسيميك او ما فيهاش سكر او ما بترفعش السكر قوي. دي سبويلر اليرت فقرة. وفي كمان بيتقال انه رغم ان هي مسكرة الا ان الجلايسيميك اندكس او قدرتها على انها ترفع سكر الدم اقل من البطاطس العاديه اللي هي البطاطس البيضه. عشان بس ما اتلخبطش، احنا بنقول، احنا المصريين بنقول على البطاطس البيضه دي بنقول عليها بطاطس، والتانية السويت بوتيتو اللي هي الحلوه بنقول عليها بطاطا. بس عشان بعد كده في الفيديو هتلاقوني بقول بطاطا، بيبقى قصدي على البطاطا الحلوه. فكره ان البطاطا لو جلايسيميك او ما بترفعش السكر او مناسبه لمرضى السكر او مناسبه للناس اللي عندهم قاومه انسولين او رغم انها مسكره ما بترفعش السكر، غلط. ليه؟ هي ايه الطريقه المعتاده اللي الناس كلها بتطبخ بيها البطاطا؟ مشويه. احنا النهارده هنتكلم في انه قد ايه الطريقه اللي احنا بنطبخ بيها الاكل، والنهارده سبيسيفيكلي على البطاطا، بتاثر جدا 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 في قدرته على انه يرفع سكر الدم، في قدرته على ان هو يجوعنا بعدها بساعتين، لان لو اكلت بترفع السكر الدم جدا وتجوعك جدا بعدها بساعتين، وفي قدرته على انه يبقى اديكتيف او ان انا اكل فيه كتير، اكل منه بشراهه. لازم نتخلص من فكره انه طالما الحاجه دي بطاطس، طالما الحاجه دي بطاطا، يبقى اعمل فيها اللي انا عايزه وهتفضل بطاطس، هتفضل بطاطا. طالما ده رز يبقى اعمله بميه، اعمله بشوربه، اعمله باللحمه، اعمله بالجمبري، هيفضل رز. لا، احنا بنغير في كميه الاكل بطريقه طبخه. النهارده هنتكلم سبيسيفيكلي عن البطاطا، البطاطا الحلوه او السويت بوتيتو. البطاطا بالطريقه المعتاده، البطاطا الحلوه بطبخها بالطريقه المعتاده، مشويه، هايبر 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 جلايسيميك، ترفع السكر جدا جدا جدا. شوف انت وانت بتطلع البطاطا من الفرن هتلاقيها بتطلع تنزل حاجه كده عامله زي السكر، كانها بتنزل سكر. ده سكر فعلا، مش كانها، ده سكر فعلا. ولما بتاكل بطاطا، افتكر اي مره اكلت فيها بطاطا مشويه هتلاقي نفسك بعد ساعتين هتصوصو من الجوع، زي اي اكله بترفع سكر الدم جدا. طيب البطاطا علشان تبقى لو جلايسيميك، او مش لو جلايسيميك كمان، علشان تبقى ما بترفعش سكر الدم قوي وما تخلينيش جعان قوي، مش مفروض تتعامل مشويه، مفروض تتعامل مسلوقه. مفيش حد بيسلق البطاطا، احنا كلنا بنشويها. انا دلوقتي بتكلم على البطاطا الحلوة. دي بيبر كانت اتعملت على فكرة في اماكن في العالم غذاهم الاساسي البطاطا الحلوة، يعني دي اكتر حاجة بياكلوها. ففي مكان في العالم عملوا فيه الدراسة دي، كان في جامايكا، عملوا فيه الدراسة دي علشان يشوفوا فرق طريقة الطبخ على البطاطا. عملوا مقارنة بين البطاطا المشوية والبطاطا المسلوقة والبطاطا المحمرة. في ناس بتعمل سويت بوتيتو فرايز، بيجيبوا البطاطا الحلوه وبيقلوها في الزيت، وشافوا الفرق بين الجلايسيميك اندكس بتاع الثلاثه، قدره دي وقدره دي وقدره دي على رفع سكر الدم. تخيلوا مين اكتر واحده فيهم بترفع سكر الدم؟ المشويه، حتى اكتر من المحمره. اكتر طريقه تخلي البطاطا ترفع سكر الدم وبالتالي تخليها تجوعك جدا بعدها بساعتين، وبالتالي تخليك وانت بتاكلها بتاكل منها كميات كبيره، هي انها تبقى مشويه. طيب لما بتتسلق الجلايسيميك اندكس او قدرتها على رفع سكر الدم بيقل جدا. انا عجبني قوي الباراجراف اللي كان بيقول انه الطريقه اللي احنا بنطبخ بيها البطاطا بتاثر جدا 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 على قدرتها على رفع سكر الدم. وايرونيكلي لما بتتشوي، لما سوري لما اه وايرونيكلي لما بتتحمر ما بترفعش السكر قوي قد ما تتشوي. ده يخلينا نقف وقفه كده. اولا هي ليه لما بتتحمر ما بترفعش السكر قوي قد ما بتتشوي؟ عشان بقى فيها فات، عشان بقى فيها دهون. الميكس بتاع الدهون على النشويات ممكن يكون ما بيرفعش السكر قوي زي حتى النشويات لوحدها، بس مش مهم لانه هيبقى اديكتيف جدا جدا. تخيل لو عملت لك طبق بطاطا محمره هتاكل 3 كيلو عادي، فهو هيبقى حاجه بتسبب الادمان جدا 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 جدا. علشان كده انا دايما بقول لكم، انا كان عندي فيديو اسمه ليه انا لا اثق في المؤشر الجلايسيمي او الجلايسيميك اندكس، انا ما بثقش فيه. ليه؟ لان هو لوحده مش مقياس على ان دي اكله كويسه او دي اكله مش كويسه. انا بالنسبه لي ان احنا نشوف الاكلات بس جلايسيميك اندكس، ونشوف الاكلات بس على قدرتها على رفع سكر الدم، ده بالنسبه لي زي نظام السعرات.
هبتدي نقسم الاكلات على دي اكله بترفع سكر دم ودي اكله ما بترفعش سكر دم وخلاص بغض النظر عن فايدتها. لكن في حاجات تانية كتير بناخدها in consideration، في حاجات تانية كتير بناخدها في الحسبان واحنا بنشوف الاكلة دي كويسة ولا لا. البطاطا المشوية هايبر 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 جلايسيميك، بترفع سكر الدم جدا، فدي اصلا طريقة غلط لاكلها. لو جربت تسلقها هتلاقيها بقت اقل بكتير قوي في طعمها حتى المسكر، واقل بكتير قوي في انها تجوعك بعدها. طبعا احنا قلنا مثال المقلية مش عشان نقليها، احنا مش هنقليها، بس انا بقول لكم ازاي ساعات فكرة الجلايسيميك اندكس، فكرة ان المؤشر الجلايسيمي ما بتبقاش ليها علاقة قوي بان الاكلة دي كويسة ولا مش كويسة. اهي بطاطس محمرة، بطاطا محمرة، وفي الاخر طلعت ما بترفعش السكر قد المشوية. ده مش معناه ان المحمرة احسن من المشوية، بس معناه ان مش دايما علاقة الجلايسيميك اندكس بتبقى صح مع ان الاكلة دي صحية ولا لا. هنعمل ايه دلوقتي؟ اولا هنطلع باستنتاج مهم جدا، ان اللي احنا بنعمله في الاكلة مهم جدا جدا جدا. مش دي بطاطا، دي بطاطس، ده رز، ده شوفان، نحمره في الزيت بقى، نشويه، نسلقه، كله زي بعض. لا، اتنين، طريقة شوي البطاطا او طريقة طبخ البطاطا المعتادة بالشوي بتخليها هايبر هايبر جلايسيميك، بترفع السكر جدا. البطاطا مش لو جلايسيميك، لما بتتسلق بتبقى الجلايسيميك اندكس بتاعها او قدرتها على رفع سكر الدم اقل، بس ستيل مش لو جلايسيميك برضه، يعني ستيل هي مش ما بترفعش السكر برضه، هي بترفع بس بتكون اقل من لما تتشوي. مفيش مقارنه بين البطاطس والبطاطا واي نوع تاني من النشويات. فكره مقارنه البطاطس والبطاطا بالرز او العيش او المكرونه او الشوفان اهانه للبطاطس واهانه للبطاطا. مفيش مقارنه نوتريشن وايز، مفيش مقارنة بين العناصر الغذائية اللي هتاخدها من البطاطس والبطاطا لما تتسلق وبين الرز والعيش والمكرونة، مفيش مقارنة. البطاطس البيضة، البطاطس العادية لما بتتشوي مش كارثة، بس يفضل تتسلق، بس مش كارثة لو اتشوت. البطاطا لما بتتشوي كارثة، البطاطا لما بتتشوي بتبقى هايبر جلايسيميك. فاحنا هنستفيد ان احنا لو هناكل بطاطا، طبعا هي مش كيتوجينك، ما تنفعش لحد بيعمل كيتو، بس لو حد بيعمل لو كارب عادي، بس ما تعملهاش ميكس على فات. انا اتصدمت لما عرفت فيها تعمل بطاطا بالبشاميل، دي كانت صدمه من صدمات حياتي، عمري ما تخيلت ان في حد ممكن يعمل كده. المهم ما تعملهاش ميكس على فات. يعني اوعى تعمل بطاطا بالكريمه، اوعى تعمل بطاطا بالبشاميل، ما تعملش الحركات دي خالص. بس هي تنفع في لو كارب دايت من غير ما ناخد معاها دهون في نفس الوجبه. ساعتها يفضل جدا انك تسلقها ما تشويهاش. وفكرة ان البطاطا لو جلايسيميك، فكرة ان البطاطا ما بترفعش سكر الدم قوي، مش صح لو بتاكلها مشوية. اوكي، فالبطاطا والبطاطس، انا عملت فيديو اسمه احسن نوع نشويات واتكلمت ساعتها عن البطاطس. البطاطا والبطاطس هم احسن انواع النشويات. اوكي، دي تعليمات اكل البطاطا الحلوة علشان نستفيد بيها، وعلشان الفشرة بتاعت ان البطاطا لو جلايسيميك تبقى صح. البطاطا مش لو جلايسيميك وهي مشوية، البطاطا وهي مشوية هايبر هايبر جلايسيميك. البطاطا مش ما بترفعش السكر وهي مشوية، طالما اتشوت هترفع السكر جدا 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 جدا. اوكي، this was Dr. Wads. have a good day.